يعني لازم تكونوا فاهمين كويس انه محامين الادارات القانونيه بشكل عام ليسوا على قلبهم، وانه تجمعهم خصومه شديده جدا ولدت حتى على مستوى المؤسسه بعض. احنا بنشاهد ده في لجان الحقوق والقيل عند التدرج من درجه الى درجه، عند احتساب مده النظير، عند التنافس على وظيفه من الوظائف العليا زي مدير عام، احتساب نسب الخبره والمده الزمنيه لازم نسبه. بنشوف عنف في الخصومه، ولذا انعكس ده على مشروع القانون اللي قدم من 2015. واحنا حسينا من المداخلات الكثيره، احنا بعد ما قدمنا المشروع في البرلمان اكتشفنا انه بدات حملات حمله فريزر عشان يدخلونا في هيئه قضاء الدوله، وحمله فريزر الثاني علشان نعمل مش عارف المستشارين، وحمله ثالثه عشان نعمل هيئه مستقله في الدستور. يا اخوانا اذا يعني لا نستطيع ان ندرك كل اللي انتم بتقولوه ده، اللي عايز يبقى بره نقابه المحامين ما يجيش يوجع دماغنا في نقابه المحامين. وسيبنا احنا بنناقش بس المحامين اللي منضمين لنقابه المحامين سواء في ادارات قانونيه او في غير ادارات قانونيه. اما من يريد ان ينفصل عن نقابه المحامين انا مش هساعدك انك تنفصل. انت عايز تنفصل انفصل. لكن انا مش دوري ان انا اقول لك انفصل. دي واحد. اثنين، انه خدوا المبادرات وتقدموا بها للبرلمان. الدكتور النحال اللي بيتكلم كان هو فين؟ اللي عطل قانون الادارات القانونيه المبادرات القانونيه اللي تبناها بعض النواب من بعض اعضاء الادارات القانونيه. احنا ما رضيناش نوصل في المنافسه دي. احنا كنقابه مش عايزين ننافس حد في الخصومه، احنا مالناش دعوه بالخصومه دي وما نقبلهاش. ومش مفيده، احنا مدركين انها مش مفيده ومدركين النتيجه كمان. ما ينفعش البرلمان يظهر قانون مرتين يترفض وتنظر ثاني دوره واحده، ما ينفعش. علشان كده احنا اتاخرنا. نمره اثنين، انا ما قلتش القانونين هيخشوا مع بعض عشان يتناقشوا مع بعض، لا، ادخلوا مع بعض علشان يتناقش ده قانون ثم اتاخر. ليه؟ لو دخلت على فكره القانونين مع بعض ما كانوش الاثنين ظلم. عشان تبقوا فاهمين في تكتيك التقديم والتاخير، ما ينفعش تقدم العام مع الخاص. اضعف الاثنين وخصوم الاثنين ينعكسوا على الاثنين تضيع الدنيا. لكن دلوقتي احنا خلصنا من العنصر الاساسي، انتوا اولا عندكم سلاح جديد يضاف النص الدستوري المتعلق باستقلال محامين الادارات القانونيه. كل نص في قانون الادارات القانونيه يمس الاستقلال المهني ضابط. الله عليك. وبالتالي احنا ده المثل. فين النصوص اللي بتمس استقلال المحامي؟ محامي الادارات القانونيه. تسلط الاداره موجود، احصروها. احصروها. وهي دي اللي ندخل عليها بالتعديل فنشيلها. يبقى احنا كده ساهمنا في الحفاظ على استقلال المحامي في الادارات القانونيه. انا هنا هتكلم على المحامين اللي يخضعوا للجنه العليا للادارات القانونيه. الاول، احنا كنا حاطين في التعديل لجنه فيها اغلبيه محامين، او فيها توازن عددي يجعل المحامين اغلبيه فيه علشان القرار ما يمسش، ما يبقاش انتقامي. واحنا ما كانش عندنا كل التفاصيل اللي اتقالت على اللي كان بيحصل مع المحامين للادارات القانونيه، لكن احنا اللي بيمثل المحامي انهاء الخدمه، اللي بيمثل المحامي النقل المكاني، اللي بيمثل المحامي لحد محكمه التدريب. نحاول نقول ان العقوبات دي لازم تعرض على لجنه خاصه في نقابه المحامين. تمام. علشان تتوفى عليها. يبقى ريحنا دماغنا، سواء اللجنه العليا جت باغلبيه او ما جتش باغلبيه، ما توجعش دماغنا. مش ضروري التفاصيل، خصوصا انه حتى المحامين ما عادوش بيبسطوا المحامين، ما احنا في الكهرباء. تمام. واغلبيه اللجنه اللائحه اللي موضوعها فيها اغلبيه محامين. لكن انا من رايي انه حتى لو اخطا المحامي في حق المحامي، ده افضل لدي من ان اقع تحت طائله غير المحامي. اذا امكننا ان احنا نخرج هتبقى مساله بقى
اخطاء نصورها، هيجي اذا كان مدير اداره حاليا معقد وانتقامي فهيبقى مرحله ويعدي. على الاقل في مرجعيه له انت تقدر تشتكي في نقابه المحامين. يعني العضو اللجنه العليا ولا اي لجنه من اللجان اللي بتحاسب المحامين، هو محامي عندي وده سلوك مهني، لو اخطا في حق المحامين وتصرف تصرف انتقامي انا اقدر احاسبه تاديبيا. كان القرار تشتكيه واجيبه واحقق معاه واحيله المساله التاديبيه عندي كعضو في نقابه المحامين. فده افضل انه نحن نحافظ على دي. لكن ده ما يعنيش ان احنا ما نشوفش المشكله الموجوده في الاسماعيليه، احنا نعمل وقف يروح يقابل حضراتكم في الاسماعيليه. لتيجي ولا غيره ينتقد ويشوف الموضوع على الطبيعه بالورقه والقلم وبالمستندات. بس كمان لازم نبقى فاهمين ان في محامين بيتغلط. يعني انتوا مش ملائكه ولا احنا ملائكه. سواء في الاداره القانونيه او في غير الاداره القانونيه. في محامين منحرفين في محامين منحرفين. ولا نبقى بنضحك على بعض. في محامين بتخطئ اخطاء جسيمه وفي محامين بتخطئ يسيره. ده مستوى عام في كل الدنيا. زي اي مستوى، ده مش خاصيه للمحامين. لكن ده سلوك عام. عندنا في كل حته المحامي الخاص في محامين بتخطئ، في محامين يعني اخطاءها معقول ومقبول مهنيا. مش كل الناس بتدرس عليها نفس المعيار. احنا عايزين نبقى عمليين، نشكل ورشه تجيب الافكار دي وما تصيغش نصوص قانونيه، ما تصيغش دي نصوص قانونيه. لانه لو قعدت تصيغه نصوص قانونيه هتعدي العقاد ومش هيبقى عندكم حاجه. تراجعوا اللي موجود بالنصوص، اللي عايز اضافه نضيفه، اللي عايز حذف نحذفه، اللي عايز دعم ندعمه، اللي اذا في مشكلات في جوانب اخرى نضع لها حلول عشان ننتهي. احنا مش هنقدر نحقق كل حاجه. انا اوعدكم فقط ان انا اقدم بس في اكتوبر في الدور الجديد للانعقاد في البرلمان، لكن قد لا ينتهي في هذا الدور، قد لا ينتهي، لكن احنا مصممين على انه ينتهي. هنبذل الجهد. طب ما انتوا شفتوا قانون المحاماه. مين اللي راح يعرض قانون المحاماه؟ محامين. يا اخوانا ده في ناس راحت ومعاكم هنا في المؤتمر، راحت لجنه تشريعيه وقعدوا يخبطوا على البيبان، هو دفع القانون المحاماه ده. شفتوا القانون بما فيه من انجاز؟ قعدوا يصرخوا في لجنه التشريعيه، وقالوا احنا ما شفناش حاجه، احنا ما سمعناش حاجه، احنا ما عملناش اي حاجه، اي كلام. هتجدوا من يخاصمكم ومن يعاديكم ومن يعطل مصالحكم. ده مش ايدينا احنا، ده ادعو ربنا انه يقلل منهم. ومن الاشكال اللي ممكن تتدخل عشان تضيع مصالح المحامين سواء كانت في الادارات القانونيه او في غير الادارات القانونيه. احنا على قلب رجل واحد سواء كنا في الادارات القانونيه او محامين من اصحاب المكاتب علشان نحقق للمحاماه بكل من فيها العزه والكرامه والتقدير. ارجو ان تنصبوا على الصياغة للمعاني والمضامين دون الصياغة النصية لنصوص الحدود. شكرا لحضرتك.